اجواء اختناز جنوب غرب، كل شيء على محور الاهتمام. يا ابو قصي استلمتوه على الجنوب، على الجنوب. لا لا حر. حرب على مدينة الرستوان 2019. شيء اكيد انه الاجتماع والتهدئة اللي صارت وقف اطلاق نار ينتهي بالتهجير. النظام من اول حاط مطالبه من
جنود الهدنة اللي وقعنا عليها سابقا اللي كانت 3 مراحل. نهاية المرحلة الأخيرة كانت الخروج لمن يرغب وتسوية أمور من يرغب بالبقاء في الحي. الهدنة استمرارها صعب كثير، صعب لأنه بدك تلتزم بالبنود وتلتزم بالشروط اللي متفقين عليها، والنظام ما بيستلم ما بيتفق. هو أول شغلة لازم الحفاظ على المدنيين وأرواح المدنيين، وهو السلام ما الاستسلام، ونحن أهم شيء حفاظ على الأطفال والنساء، هذا أهم شيء بالحي. كل مرة يعني بيوعدنا إنه هدني ومدري شو هاي، وبتنخرق الهدني يعني ما بتنوثق يعني. لا، الحل مو بالتهجير، ولكن احنا بدنا هون بالمنطقة اللي نحن موجودين فيها احنا بدنا السلم وليس الاستسلام. السلم المخطط الأساسي لروسيا وإيران ولهذا النظام، تهجير أهل سوريا من سوريا. ثابتين هون إذا الله راد، مرابطين حتى آخر نفس. الطيران الحربي أساسها في قرى وبلدات اللي في حلب الجنوبي. الله أكبر، ما زال تحليق الأجواء. الطيران الحربي اليوم باستهداف قرية السلوم بريف حلب الغربي بطائرة جوية يعتقد أنها بصاروخ ارتجاجي، أدى إلى دمار كبير في المنازل، أيضا وقوع عدة إصابات بين صفوف المدنيين. بطرق حماية المدنيين قبل القصف، أثناء القصف وما بعد القصف. رحنا الصبح على مدرسة عملنا فيها السنوية للبنات، استفادوا منها البنات، تعرفوا على مخلفات الحرب، على طرق إطفاء الحرائق، على عدة أمور، واستمرت. وهلا رجعنا لمدرسة من مدارس كمان مدارس جورجناز، وتابعنا نفس الموضوع مع بعض الطلاب. بنتبع لهالموضوع. طيب شفنا في نفاذ في مكان خطر، ما اقوي نفسي او لحالي، انا اكون واثق من نفسي اكثر من لازم. تعرف انت تعملها مثلا؟ مين بدي تعملها؟ بنمثلها قبل الكون بعدين تتنفذها من اول وجديد. حكينا للطلاب عن كيفيه طرق الاستعداد والحمايه وحمايه انفسهم، حكينا لهم عن مخلفات الحرب المتفجره واخطارها، النتائج السلبيه المترتبه على مخلفات الحرب سواء من البتر او الاعاقات او غيرها من النتائج السلبيه الاقتصاديه والنفسيه والجسديه. حكينا ايضا عن موضوع المخلفات، كيفيه حمايه انفسهم منها، الابتعاد دائما عنها. خلفنا الحرب عده امور، خلفنا اثار جسديه، ممكن اكون شفته بالتلفزيون، ممكن اكون شفته باي مكان لا اقترب منه، كمان اثرت على البلد. مثل دمار. أنا مرحلة تكوين شخصية مثل ما قلت وسبق قلت إنه هون مرحلة تكوين شخصية.
بيحكي عن السلوك عدواني. انا مثل ما اشوف ابويا بيضرب امي انا بدي اضرب اخويا. عندنا قضايا للمراه والطفل ورح نبلش بعرض لوحات عن المراه. قبل ما نبلش نحن في شوي انه هون لوحه تعريفيه عن منظمتنا اللي هي منظمه مرام. انا طمان رشيد من مركز الياسمين 4 للدعم النفسي والاجتماعي. حبينا نستضيفكم اليوم بهالمناسبه اللي هو اليوم العالمي للمراه حتى نعرفكم ببعض الخدمات اللي بيقدمها مركزنا. نحن فريق متكامل، عملنا بيتركز على مع العمل مع الطفل والمرأة. عندنا فريق جوار بيقوم بجولات خارج المركز على بعض على الروضات والمدارس، بيقوم من خلال الجولات هاي بتقديم أنشطة ترفيهية وتعليمية للأطفال. الحقوق هي أساس كل شيء عند الطفل، أساس تكوين شخصية الطفل. إذا ما في أمان ما بنحسن، إذا ما في أمان ما بنحسن نعيش، ما بنحسن شخص يقوى، ما بنحسن طفل يتكون. إذا ما في صحة ما في، يعني الصحة الإنسان البدن كله بده يكون تعبان، فما في عنا إذا ما في رعاية ما في تعلم، كله هذا بيكمل بعضه. هاي أساسيات حقوق الطفل. أنا برأيي إنه رب ضارة نافعة، انه اليوم نحن في ظل الاحداث الجاري بالمجتمع نحن بنعرف اكثر الفئات تضررا في المجتمع هن الاطفال والنساء في الكوارث الطبيعيه وفي الحروب. اليوم اعباء الحياه، ثقل الحياه على المراه، تعدد واجباتها المنزليه الحياتيه الاقتصاديه الثقافيه، صارت ب ب ب بحاجه ماسه لهيك مراكز فينا نقدر نسميها البيئه الصديقه، بيئه صديقه للمراه للتعبير عن ما يجول بنفسها، للتعبير عن حقوقها المنقوصه. فمركز ياسمين 4 للدعم النفسي والاجتماعي نوجد في قلعه المضيق لخدمه النساء، نساء المنطقه. المركز له شقين من الخدمات، الشق الاول هو الشق المراه اللي بيهتم بقضايا المراه، العنف القائم على النوع الاجتماعي، مصطلح كبير واسع جدا بيتخلله كثير من الامور والافكار، هذا العنف الاقتصادي، العنف المادي، العنف الثقافي، العنف الضرب القسوي على المراه في ظل الاعباء اللي عم تلقى على المراه. ونحن بنعرف انه اكثر هشاشه في المجتمع هنن المراه والاطفال. نحن اليوم باليوم المراه العالمي، اليوم المرأة العالمي، عملنا مجموعة من الصور عرضنا فيها شغل الفريق، هو رسومات الفريق، رسوم هيك متواضعة بريشة الفريق المتواضع، عم نسلط الضوء على أهم القضايا، قضايا المرأة اللي عم تتعلق فيها بالمجتمع، عم نمكنها ببيئتها بأسرتها بمجتمعها ثقافيا تربويا اجتماعيا. متواضعة من خلال لوحة تتضمن 6 حقوق: حق المساواة، حق التعليم، حق الحماية، حق الميراث، حق اختيار الزوج. هي قائمة الحقوق هي كبيرة عريضة وما بنقدر نضمنها بلوحة، بس نحن حابين نضمن الحقوق الأساسية للمرأة بهالمرحلة هاي، إنه في مجموعة من الصعاب أو في مهام كتير بتوقع على عاتقة في ظل الأزمة الراهنة، بتحس إنه في صعوبات ومشاكل كتير اعترضت المرأة. مثلا في ظل الظروف الحرب والدمار اللي صارت، انقصفت مدارس كتير، صار في أعباء على الأم إنه هي ما عاد في إمكانية لذهاب الأولاد للمدارس، فهي صار في عندها عبء كبير في تربية أبنائها، في دائما مشغول بالها انه مستقبلهم التعليمي، مستقبلهم المهني. بالاضافه الى انه ظروف الحرب صار في عندنا فقدان كبير للشباب للازواج، فهذا الشيء اثر على نفسيه المراه وصار في عندها اعباء كبيره، انه هي صارت هي المعيله للاسره، هي اللي لازم تتحمل مسؤوليه او اعباء المنزل، مسؤوليه اطفالها. هذا الشيء كلياته بياثر على نفسية المرأة وبيخليها دائما في ضغوط مستمرة. أكيد يعني
يعني احنا اذا بدنا نتحدث بشكل واقعي انه ما بدنا نقول انه مثلا نقارن المراه بالرجل، لانه بالفعل وبشكل حقيقي واقع ورغم الازمه ورغم الصعوبات ورغم كل المعاناه المراه بتحقق نجاحات وانتصارات بتضاهي الرجل وبتفوقه. يعني انا كمثلا على صعيد انه الدفاع المدني كعضو او عنصر بالدفاع المدني عانت يعني انه كثير، بس رغم هيك هي قضيه عند المراه اثبات وجود، حبيت اني انا اثبت وجودي مهما كانت الظروف. رسالي بيوم المراه العالمي انه بتمنى انه ما تنظلم المراه او يوقف الظلم على المراه ويتوقف العنف على المراه وتتراعى المراه وتكون في يعني مكان لاحتضان كل افكارها ومشاعرها، لانه هي اساس كل شيء، لانها بتربي جيل بتصنع رجل بتصنع اخ كل شيء. من هلا هي 7 شهور هاي قطعه متواصله سحبت معنا 7 شهور بلا كهرباء. هلا امبارحه اجتنا رجع صار عطل ثاني، بس قبل هالفتره وقت كان في كهرباء في عنا معاناه كثير نتيجه القصف، يصير عنا اعطال كثيره، شبكات تنهار، اعمده تتكسر، يعني عنا شيء 50-60 عمود هلا ما في ما موجودات كسرات نتيجه القصف، وشبكاتنا كلها صار انهيار كامل بالشبكة لمدينة الأتاري. لوحاتنا تعبانة ميكن، ما في فواصل، ما في قواعد، ما في أواطع، ما عم نلاقي، ما في إمكانيات نجيب يعني. الشبكة عم تنقطع، ما في استبدال عم نوصلها، يعني هلأ أنت بتدور في الأتارب كلها ما بتلاقي خط على حاله، كله مقطع وموصل. كانت شبكة نحاس عم نوصل عليها ألمنيوم، والألمنيوم عم نوصل عليه نحاس، كله يعني عم نمشي الحال تمشي. أي هيئة بالعالم لها أبعاد إنسانية ومدنية بتعالج كل القضايا اللي بتخص المواطن والمدينة. فإن شاء الله وتعالى تحسنوا أنتم تزرعوا الثقة بعد ما كانت مفقودة للأسف. كل الهيئات إذا في حد بيقول لا يقول، أنا عم بحكي باسم الكل، بس غلط أنا قوله. بمبادرة من شبكة أمان وهيئة الأعمال الإنسانية روافد تم الاجتماع هنا لندوة بعنوان رحماء بينهم. هذه الندوة يجتمع بها أهالي كفرنبودة، الفعاليات الموجودون في أهالي كفرنبودة، والأخوة الضيوف الكرام المقيمين في بلدة كفرنبودة. الاجتماع هدفه الاجتماع بين الطرفين والتعارف بينهم والعمل على تحقيق الأمن والأمان في المنطقة والتعاون بين الأهالي والمقيمين لتذليل بعض الصعاب التي تواجههم في هذه البلدة، وخاصة أن البلدة مدمرة حوالي 75% من المنازل، وهي بحاجة إلى ترميم وعمل وتنسيق من أعمال النظافة والخدمات والمياه والكهرباء. فهذا الملتقى لنلتقي معا لتحقيق هذه لتذليل هذه الصعوبات
والخروج بجدوا الأعمال يعني ويكونوا نجمع الطرف إلى الطرفين. أهم شيء مناقشة الناحية الأمنية والناحية الإنسانية والإجتماعية. كيف رح نقول إيه ما نستفيد؟ بدنا حل هاي المشكلة. طيب أنا الأهمية عندي قاعدين هون وكل عيلة عندها من 10 دلوقتي 25 30 دلو مثلا وما مستفيد لا قدر لا طمح لا أي شيء من المواد الموجودة الزراعية السلات الزراعية اللي جينا الفترة الأخيرة. طبعا أنا أحد المدعوين لهيئة العمل الإنساني روافد لهذا المؤتمر الحواري بين أهالي مدينة كفر أمبودي والضيوف الكرام الوافدين إليها بين قوسين النازحين، ونحن لا نسميهم نازحين بل هم ضيوف. طبعا أهم نقطة كنا ناقشناها هي إطلاق النار العشوائي، بادرة إطلاق النار العشوائي من أشخاص فرديين في المناسبات الأفراح الأتراح وما شابه ذلك. الموضوع الثاني اللي طرحناه كمان موضوع المياه. موضوع المياه بعد نزوح دامة لأكثر من 4-5 سنوات لهذه البلدي عادت أهل البلدي عندنا نقص في المياه. قمنا بتشغيل البئر الارتوازي لعائد للبلدي وضخ المياه. عانينا هذا الأمر أيضا كمان قمنا بالاتفاق مع المدنيين أهالي المدينة والوافدين لها الضيوف بالحفاظ على هذه النعمة. الحفاظ على هذه النعمة مثلا كيف؟ مثلا أنا مقيم في بيتي أو مقيم في بيت مهجور جنب البني بيت مهجور في صنبور مياه أو حنفية عم تكب مي، أنا بتلقى نفسي بقوم بسكرها بسدها بحط لها حنفية بحط لها سدي مشان ما نهدر المي نوفر لغيرنا. طبعا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله. نشكر القائمين على هذا المنتدى ندوة هيئة الأعمال الإنسانية روافد اللي قام على هذا المنتدى. طبعا كان إلى فعاليات ممتازة وإلى إيجابيات حيث قمة يعني في هنالك في تداور لتدارك بعض السلبيات في هذه البلدية. قامت هذه البلدية منذ سنة تقريبا أقل من سنة 8 شهور وهنالك عوائق بالخدمات الصحية بالخدمات الاجتماعية، وهذه الهيئة والحوار يقوم على تلافي هذه الأخطاء أو هذه العثرات. طبعا كانت من خلال الندوة قد طرحت طرح أنا يخص المقيمين في بلد كفر أمبودي وأنا أعني أهالي كورناز هي مادة الخبز. نحن عندنا نقص شديد لمادة الخبز أو بالأحرى نحن ليس لدينا مخصصات مادة الخبز.